الحياة مليئة بألوان شتى، تلون حياة الناس حسب مواقفهم وظروف معيشتهم وعقائدهم وأفكارهم. لون اجتماعي، لون تربوي، لون ثقافي، لون الألم، لون الأمل، لون براءة الطفولة، لون حيوية الشباب، لون وقار الشيوخ، لون الغضب، لون الرضا، وألوان لا حصر لها. نحن الذين نلون لوحات حياتنا، فقد نلونها بالأبيض والأسود، وقد نلونها بألوان الطبيعة التي لا حدود لها. أهلا وسهلا بكم. نحن الآن أمام لوحة الحياة، نمسك بريشة التفاؤل لنلونها بأجمل الألوان وأزهاها. أرحب بكم في برنامجكم تلوين، وأرحب بمقترحاتكم وآرائكم.